أنا أبدأ من برلين مع الدكتور جون هوا. دكتور جون هوا، ما الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها إفريقيا بالنسبة للصين وسط وجود قوة دولية كبرى جعلت إفريقيا مسرحا للصراعات؟ حسنا، للإجابة على هذا السؤال لابد من أن نضع في الاعتبار أن الصين كان لديها أنشطة فعالة على مدار العقدين الماضيين في إفريقيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمشروعات القومية مثل مشروع مبادرة الحزام والطريق، وهذا تماما ما أكد عليه الرئيس الصيني، أكد على أهمية هذا المشروع خلال كلماته وخلال فترة إدارته، أنه يدير بنفسه ويتابع بنفسه هذا المشروع وهذه المبادرة منذ 2016. وبناء على ذلك ووفقا لما تقدم، هذه المبادرة وهذا المشروع نضع له أهمية كبيرة، حيث أن له أهمية كبيرة للقارة الإفريقية. هذا أمرا لا بد أن نشير إليه، لأنه بالنسبة للصينيين أن يكون لديهم دور فعال في إفريقيا، هذا يعني أيضا أن الصين لديها الكثير من الاستثمارات وسوف يكون لديها المزيد من الاستثمارات في القارة السمراء، وعليها حماية مصالحها في إفريقيا. وكذلك أعتقد أن مستوى التجارة قد ازداد بشكل ملحوظ خلال الأعوام السابقة القليلة، وكل هذه مؤشرات على أهمية إفريقيا الاستراتيجية بالنسبة للصين، والصين ترغب في الحفاظ على هذا المستوى من العلاقات وحفاظ أيضا على المصالح. بالنظر إلى الشركاء الأفارقة، في أحيان ما يصبح للهيئات الصينية المعنية لها أهمية كبيرة وتركز بشكل كبير على العلاقات التعاون الوثيقة، وتسعى أيضا إلى الحد من أي عدم استقرار في الدول الإفريقية. ولهذا السبب الرئيسي الصين تسعى إلى الوجود في القارة السمراء للحد ومنع أي توترات بشأن القضايا الإفريقية، حيث أن الصين لديها الكثير من الاهتمامات وقد فقدت بالفعل الكثير من الأمور بسبب هذه التداعيات في إفريقيا وبسبب بعض النزاعات مثل الحرب المدنية في السودان. والصين أيضا، وفي حقيقة الأمر 70% من صناعة النفط كانت الاستثمار من الجانب الصيني والشركات الصينية، وقد خسرت هذا القطاع الهام، فبالتالي تسمح أن تعزز العلاقات الأمنية والدفاعية مستقبلا.